فيك تخاطري تطلع الأكل مش ظابطة أو مش طيبة، خصوصاً ما فيك تذوقي. مرحبا واضح، أنا اسمي حلا، عمري 32، دارسي هندسة، عندي 4 أولاد وكتير بحب الطبخ. أهلا وسهلا. هاي، تفضلي. لما نقول رمضان أول شي في ذكريات كتير حلوة لرمضان، يعني من نحنا وصغار كيف الماما تبلش تحضر بالأكل، كيف نفوت نساعدها أول ما بلشنا نصوم، هيدا الشهر اللي بيجمعنا كلنا مع بعض. يعني بلبنان خصوصي برمضان نقدر نستغني عن كل شيء بطاولة إلا عن الفتوش. بحط الخبزات، كسره النسبة. هلا نحن برمضان إجمالا لازم يكون في الشوربة، الفتوش، الرز، هولي من أساسيات سفرة رمضان. أغلبية الجمعات بتصير برمضان، يعني قليل ما نحب نفطر لحالنا، إنه بدق لأمك لخيك. نحن هون بلبنان منصير نجمع بعض، إذا ما بدنا نعمل على الإفطار قعدة، يلا بعد الإفطار تعوا، يلا شو رأيكم على السحور؟ هاي هاي جي أنا كنت عم خبر الكل عنك. مع العيلة برمضان هي إنها تكون موجودة مع أولادي هلأ، يعني صح بعضهم صغار بس دايماً إنه بهذا الشهر ماما منصوم، بهذا الشهر كتير لازم نقرأ قرآن. بحاول قد ما فيه وصلهم معنى شهر رمضان بطريقة هني يفهموها. هيدي أسهل صينية كفة ممكن تنعمل بالحياة. أول شيء شوية زيت زيتون، بصل، البندورة، نقطعهم هيك ترانشات طوال، حطهم على الوش، رح حط نتفة زيت زيتون على وشها وعلى الفرن من دون ما نغطيها. رمضان بتحس المسؤولية أكبر، بيكون الكل صايم والكل ناطر إنه يلا بدنا نفطر هلأ، بتحس إنه لا، إنه ما فيك تخاطري تطلع الأكل مش ظابطة أو مش طيبة، خصوصا إنه ما فيك تذوقي. هذه من الشوربات التقليدية بلبنان، أكتر شيء بتنعمل لما يكون سقعة دغري، يعني هيدي لما يبرد الطقس بنعمل هيدي السوق. وبرمضان في شغلات كتير بتتحضر قبل رمضان مثل الكباب، السمبوسك، الرقاقات، هو شغلات كلهم يعني الست كل يوم بتسنولهم من البراد وبتقليهم. بهيدا الشهر عن جد فعلا في ناس يمكن ما قادرة تحضر إفطار، في ناس منا قادرة إنه الطعمة عائلتها. حلو كتير عمل الخير كمان بهيدا الشهر، كتير مستحب، يعني يمكن لو شوي مني شوي من غيري صدقيني انه بتفرق. المسامحة والعطاء برمضان هن شغلتين كتير أساسيات، وهيدا شي كتير مهم انه يتعلموه الولاد. رمضان كريم وينعاد عليكم، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا كل شيء قدمناه اليوم. رمضان كريم.